هذه عين الغازي بمدينة بني ملال، وهي تحتفل بمهرجانها الربيعي خلال هذه السنة في شهر أبريل 2016. مدينة بني ملال التي تزخر بالخضرة اليانعة والتي تحيط بها من كل جانب، فتبارك الله الذي أنعم على هذه المدينة الخضراء بهذه المناظر الطبيعية الخلابة. وكما نشاهد هناك سرب من الفروسية التقليدية المشاركة في هذا المهرجان الذي امتد لثلاثة أيام منذ الجمعة والسبت، واليوم حفل الاختتام الأحد. فلنشاهد الحقول اليانعة الخضراء الممتدة على طول البصر والتي تزخر بها هذه المدينة الجميلة، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على كرم ضيافتها وحسن استقبال أهلها لزوارها الكرام. وفي الأفق تبدو قبيلة أدوز الممتدة من دير جبل تصمت إلى سفح هذه السهول الخضراء على امتداد البصر. وكما نشاهد هناك مجموعة كبيرة من السكان الذين حجوا إلى هذا المكان للاستمتاع بهذه العروض الرياضية للفروسية التقليدية من جهة، والاستمتاع بهذه الطبيعة الخلابة. لقد تزامن هذا المهرجان ومهرجان آخر للفروسية التقليدية المنظم بقبيلة أولاد عيش بإقليم بني ملال، وقبل أسبوعين نظم مهرجان أدوز للفروسية التقليدية والذي شاركت فيه عدة سربات يقدر عدد فرسانها بحوالي 400 فارس وفرس. وقد خلف هذا المهرجان ارتياحا كبيرا في نفوس ساكنة بني ملال التي استمتعت بالعروض الرياضية. وكما نشاهد المناظر الخلابة بهذه المدينة الجميلة. حقا إنه إبداع من الخالق تعالى. الحقول مزركشة بشقائق النعمان الحمراء وبالأزهار، وتبدو في الأسفل مدينة بني ملال وهي تمتد على طول المسافة التي يحدها البصر. الجميع فرح بقدوم فصل الربيع المتميز هذه السنة نظرا للتساقطات المطرية التي جاد بها الخالق تعالى على هذه الطبيعة الخلابة. ومرة أخرى مدينة بني ملال ترحب بزوارها الكرام من جميع ربوع مملكتنا السعيدة ومن خارج هذا الوطن العزيز.
وفي ختام هذا المهرجان أدعوكم للاستمتاع بهذه العروض. فينا النايم قبيل اللي في عزام جابتر عبيد محمد حلوش تربيت بنظير نائم قرام نائم ليل نائم خطار ومي الله اللي يحفنا مسيرة رد نايت سبنان اللي جابتر عبيد غير في اي صال المصد هذا اللي سعونا ربيك لكن نبي لا يبنانا تخل نايم نايم ديجا تحفنا وطف دم هذا محمد أحمش الذي أدي تحية رسمية ودور ما تنحيه بأحسن منها دل قبلها خير دل قبلها شوية ما تبركش لي بزا دي شوية دل قبلها دي شوية مش ما بدأ شي يمكن دي شوية ايوة ايه دل هذا محمد أحمش الذي أدي تحية رسمية ودور ما تنحيه بأحسن منها إذا هذه تحية مضافة الحيوخ بأحسن منها لكن حقا تتجه نحو رشيد أبو رشيد أبو الحرمة لك حق التحية وبعد منك السيد حسين أمريد شكرا لك عزيزي الكريم اتقبل مني هذه المساعده غير بشويه وتحاول جهد على انهم يعني ضم الشعب المحلي بالجماعه والجماعه بسرعه ساقصد بدنا نتوكل على الكل فشكور الاخوه الكرام في صدق مع كل صدق في يوم هذا قلب المباراه اذا هذه تحيه رسميه وبدون ما تنحيكم باحسن منها اعزائنا الكرام إذا تفضلوا لكم مصر على إما عن اليمين أو عن الشمال. تفضلوا عليكم. حان دار الأمن الحسين إذن شكر خاص للحسين أم العيد وأقول للبنادق المرفوعة إلى الأعلى نزول وللعارفين بقانون اللعبة والعاشقين للفرجة دهول ولكل عرض موفق عند عشاق التمريضة دهول إذا هذا الحسين أم العيد غادي يدي التحية الرسمية مشكور له ولباقي رفاقة دار بوفد الفرقة إذا بدور ما تنحيك بأحسن منها عزيزي الكريم تبارك الله عليك وتشكرك جزيل الشكر سيد أم حجاب استعد فرد الصداقة ألف بسمة تفرح أيامك ألف وردة تزين الطريق أمامك إذن هذا سائل أم حجام اللي غادي يؤدي تحية رسمية وبدور ما تنحيه بأحسن منها إذن شكر خاص لك سائل أم حجام أنت ورفقاء ودربك في الفرقة تبارك الله عليكم لك حق الانصراف عن اليمين أو عن الشمال لك غالبا ستذكره فيما بعد الأجيال في هذا الحفل الختامي واختتام فعالية هذا الملتقى الذي كل شيء فيه التقى للمهدي أوربيا مشكور له ولباقي رفقاء دربه
وشكرا لك عزيزي الكريم المهدي أوربي التي قدم التحية رسمي. تفضل سعيدة قدم التحية ديالك وتمنى لك حد سعيدة في حياتك لك لباقي هاد الحضور الكرام اللي بكل صدق تنحييهم من هذا المنبر. أرى هؤلاء الفرسان من كل صدق تنحيهم من هذا المنبر الذين أبوا إلا لسجلوا بمداد الفخر والاعتزاز مشاركتهم الفعالة وحضورهم المتميز ضمن الفرق الحاضرة بقوة في هذا اللقاء التواصلي وهذا العرس الرياضي الكبير احتفالا بموسم بوستان هذا الحفل البهيج اللي راه بكل صدق تنحيي جميع الفرسان وتنقول لهم الفارس يكون شغله مقبول والعود يكون بتاعه مشمول والمكحله يكون فيها البارد محمول والبارد لازم يكون فيه المعقول اللي تختص هذا الحدود اشنو المعمول وكيف تتقال الخيل عرافه والجبل كتافه والطير الجوافه وذبح عدك تخافه. إذا في هذه الساحة اللي راه البارد تهدر في السماء وحباته يطيحوا في الماء. فأراني قد صرت روحا لتهاب في عالم الأرواح وأحس الحياة تبتسم لعين الغازي وتخضر قرب عين متاح. إذا هذه تحية رسمية اللي وسعيد مشكور له ولا رفقاء وضرب فد الفرقة رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن